خلينا نطلع نشوف هذا التقرير. ومنتخبنا الوطني يواصل تحضيراته في معسكره التدريبي لليوم الثاني. للاحتفاظ بصدارة مجموعته الأولى في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وفي جعبته 6 نقاط حصدهم من الفوز على منتخبي جيبوتي وسيراليون في الجولتين الأولى والثانية، منتخبنا الوطني يواصل تحضيراته في معسكره التدريبي لليوم الثاني على التوالي انتظاراً لاكتمال القوام الكامل للفراعنة، وذلك استعدادا لمواجهتيه المقبلتين امام نظيره البوركيني يوم 6 من الشهر المقبل في القاهره، ثم مواجهه غينيا بيساو يوم 10 من الشهر ذاته ضمن الجولتين 3 و4 للتصفيات. بدأ المعسكر مساء يوم امس الثلاثاء على استاد القاهره الدولي بعدما قرر الجهاز الفني بدء معسكر الفراعنه قبل موعد الاجنده الدوليه كي يتسنى له تجهيز لاعبيه استعدادا للمواجهتين المقبلتين. ويتطلع التوأم حسام حسن المدير الفني للمنتخب وإبراهيم حسن مدير المنتخب لقيادة الفراعنة وتحقيق الفوز وحصد 6 نقاط جديدة لإضافتهم إلى رصيد المنتخب في مشوار التصفيات المونديالية. ضمت القائمة التي أعلنها الجهاز الفني لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو 25 لاعباً من ضمنهم 9 من نجوم القلعة الحمراء.